السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة مجانية ممكن تضيف على الريفت، ريهاب ليتل هيلبر. ده بيعمل ايه؟ ده بيشوف البارامتر اللي موجود، تقدر ان انت تسخه من ملف لملف، ممكن يعمل لك سيلكشن سام، ممكن يعمل لك فلتر وزر. الفلتر عشان تلغيه تضطر ان انت تلغيه واحد واحد، يعني تقدر تدخل واحد واحد وهكذا، فده بياخد وقت. فهو يقدر ان هو يلغي لك مجموعة من الفلاتر في ثواني، ممكن يغير لك اسامي الشتات بسهولة وهكذا. تمام، هو عامل كذا فيديو، كل فيديو بيشرح خاصية من الخصائص. ممكن يكون في عندك برامتر معين وانت عايز تعدل فيه بطريقة سهلة وبسيطة، ممكن عايز تعمل محاذاة لحاجة معينة، فهو بيوفر لي مجموعة من التولز المجانية اللي تقدر انت تستخدمها توفر عليك الوقت. وعامل شوية فيديوهات سريعة بحيث ان انت تشوف ازاي مثلا اقدر اعمل برامتر كوبي، كل واحد فيهم اقل من دقيقة يعني. في بارامتر مثلا عايز تنسخه من هنا، فهو بيجيبه لك. علم بقى على البارامتر اللي انت عايزه. فده بيوفر معاك وقت. سيلكشن سام، هنختار بقى بعض البرامتر. طبعا كنا مفيش طريقة غير ان انت تعمل سكادول، في حاجات اصلا ما بيجيش في السكادول. تمام، فانت بتحدد بقى البرامتر اللي انت عايزه. يروح يجيب لك المجموعة بتاعه. فمجموعة من التولز المجانية، اتمنى تعجبكم ان شاء الله.